السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو أشكر الجميع على فكرة، كان يعني الويلكم باك جميل جدا، بس أنا قاعد أصور ورا بعض وتعرفون يعني، فكون كان فيديو متأخر عليكم شوي. أنا آسف وأعتذر منكم جميعا، أدري إنها غيبة طويلة، لكن أي حال الدنيا يعني، حال الدنيا حال الدنيا. أنا أشوف وضع إعادة التدوير ممتاز جدا. الحين نحن عندنا مجموعة إشكالات. أول شيء نحن ما عندنا خدمات فاتحة بما فيها الكفاية، وما اقدر اسوي مركز للتكاسي عدل على قولتهم. الحين هذا شو يحتاج؟ يقول لي شوفوني هني، نسأله هني شو يحتاج. not enough workers, this building can become abandoned, zone more residential area to attract workers more. اوكي، يعني يقول لي حط بيوت، نحن نبى اني بناس زيادة بس مش قادرين، وعندنا المنطقة المثالية حق الامتداد مثل ما قلنا في الحلقة الماضية. الحين أنا بمتد هذه على مستوى هذا البيت الثاني هني. شوفوا الخط، ما أدري إذا يبين عندكم كان في خط ضعيف، والحين براويكم مرة ثانية. لحظة خلنا ندق زوم شوي. شوفون هذا نظريا المفروض كله، لأن أنا أمشي على الجراف مال الخريطة نفسه، المفروض يكون أوكي. انزين، بعدني بسوي افكر اسوي مساحة ثانية حق خدمات هني، فما راح اشغل المساحة كاملة، خاصة اني راح اغطي منطقة كبيرة في موضوع لا اله الا الله الاسكان. لكن ما بسويها على طول، بسكر شوية هني. طبعا كالعادة لازم مشاكل ميزانية، ما اعرف انا اصرف الفلوس كلها. انزين، ونحط لنا خدمات تحتية من هالماي. انزين، الحين بيظل عندنا شوية اشكاليات ثانية في الموضوع هذا. الحين حتى لو سويت زون مور ريزيدنتال، انا الحلو ان مكان المترو عجيب، الناس اللي حوله بعد قادرين يستعملون المترو، اللي هو ترى شيء ممتاز جدا. هني ممكن نحط شوية دكاكين، نستغل المساحة عنده ويسوي لنا شوي شكل حوله انه ما يكون فاضي، لان الحين شكليا هو فاضي. هني انا بخليه حق مستشفى، شيء ابى مكان فاضي، ابى مكان فاضي اقدر احطي فيه اشياء. قلنا لكم هاي الغلطه القديمه ما راح نكررها. ليه الحين في وحده من الشغلات امتداد هذا الشارع انا محتار فيه كم من تكلفه الشارع. خلنا نشوف اخبركم شو السالفه. انا نزلت هذا جاهز، كان مش هذا، هي هذا هو الشارع. زين، الحين هو تكلفته 32,000، حلو غالي مش رخيص. زين، بس ممكن نحطيه هني ونكسر يوامبا وننزل الجسر من تستوي عندنا ميزانية. بس الحين احنا وصلنا لو 6000 السويت سبوت. لحظة شو احنا شو فتحنا الحين؟ خلنا ندق على البيج تاون، ما فتحنا شيء صح؟ اشياء بسيطة، مايل ستونز 5500 اوريدي فاتحين. افتح لنا اشياء، لازم ابدا اركز اكثر. انا في شيء عندي ليفل 3 هذا او هذا، ايوه هذا ليفل 3، هذا يومي ليفل 3 وايد ممتاز. بس شو بنحتاج نسوي سيت اب حق مصنع مستقبلي، يعني اذا بنحطها كم 100,000 25,000 البيكري. اوكي، الحين البيكري شو يحتاج؟ شوف، يحتاج لحم، يحتاج زرع، ويحتاج اذا يبين فوق مشكله اذا سويت الموس فوق على اليسار في الزاويه اذا تشوفون، اساس ينتج لنا منتجات الخبز. فبالتالي انا من الحين راح ابدا شو اسوي، احطي بارنز اللي هي حق الحيوانات هاي، عرفتون؟ وبحطي، ما بحطي فراغ، لان الحين هذا الشارع انا كنت ابغى رئيسي في وقت من الاوقات بسوي له بقريت. الحين هذا انا مو بسوي له بقريت، فبالتالي مفروض يكون سيدي. على فكرة أنا هذا الشيء قاهرني، هذا ليش طايح في نص الشارع؟ يعني حد بيسوي حادث. إنزين، بندخل هني بنسوي small pasture، زين animal pasture اللي هو مال الحيوانات. بسوي واحد نينا، ما عندي فلوس بس it is fine. إنزين، راح أحطي بقر شي يعطيني animal products، هذا كله animal products ما يفرق، سواء خنازير سواء خرفان سواء highland cows نفس الشيء. بيجيبوا لهم كروبس ونحن بنسوي بقر. اظن البقر اشكالهم حلوه، شوفوهم والله كيوتين الصراحه. البقر ما اعرف كيف ما اسويهم، فلازم اسويهم. بس في شيء ثاني، في مواصلات داخليه. يعني الحين هذا
يوقفهم هني وهني، بس في عندنا مواصلات ناقصة داخل المدينة هني، محتاج حد يجيبهم لفة داخلية في 4 وقفات باص و4 وقفات داخلية باص، باص يوقف هني ويوقف هني ويأخذ لفتين داخل ويروح. زين هني ليش في زحمة؟ هني ليش في زحمة؟ كلهم يبون من هالطريق، سيروا طريق ثاني، شي عندكم هذا الطريق شوارع ثانية، أبى نسوي شكلنا شارع أساسي. إنزين إنزين الحين يوم بنبدأ، خلنا في المزرعة أول شيء، خلنا في المزرعة. إنزين الحين يوم بنبدأ شو نسوي؟ بنحط الوحدة ب9000 وشوية. إنزين والسلوتر هاوس كتل شد خلى برايا، ملكينج بارلور ما نبى حليب الحينه، عندنا سمول بارن ما نبى، ملكينج باركور شفناه هذا. وين سلوتر هاوس؟ المكان الذبح وينه؟ تصدقون ما مش موجود، ما فتحناه نحن، لازم يكون موجود. فلور مل كتل شد ملكينج بارلور مول بارن، مش هني. لا تزعلني دخيلك، ولا هذا اللي مش فاتح بار مينتنس هذا. زين الحين هذا موضوع ثاني، بس انا اتصور ممكن هذا ينتج على طول دايركت. فشو بنسوي؟ نقدر نحط ب25000، واللي ناقصنا يقدر، اللي ناقصنهم يقدرون يستوردونه. فبنحطيه هذا، حطيه مكانه بروحه. لا ما يستاهل، حطيه هني بالطريقة هذه بس عساس المنظر السياحي. شو بسوي؟ بيجي هني باخذ الاحمر، احاول استعمل كلهم نفس اللون حق شو ما اقدره يعني، حاولت لكن محاولة مش وايد ناجحة. خلينا نحط الشير، اذا ما يستوي هذا الشير اكيد يستوي. اخذ الطول هذا الشير العريض، نغطي على جانب الشارع ونغطي على الجانب هذا اساس شوي يعطي شكل مزارع. ترى في نهاية اليوم احنا اللي نسوي اعادة هيكلة للمزارع. خلينا نحط الشير مرتب، منطقة يبين شير مزروع يعني عادي ما عندنا مشكلة، لان مزارع يزرعون الشير يعني، فمو مشكلة اذا شكله مرتب. في العادة تبون شوي فوضوي، لكن في المزارع يمكن ما نحتاجه بنفس الكمية. انزين الحين عنده انيمال برو، لا عنده انيمال برودكتس، ترى عادي يستوردون اللي ناقصهم. الحين زدنا منتج زيادة اللي هو الخبز. الخبز مفروض يدخلنا شو فايدة؟ شوفوا برودكت فاليو عندي 3800 والخبز بكم؟ 1200، معناه هذا شغال زي العسل. طبعا المصنع يستوي تسوي مصنع واحد بس ما نقدر نسوي مصنعين، واظني على اللود مالهم. فهني من الحكمة اني ازيد شو اظني انيمال اسجر واحد ثاني. ما ادري اذا هني عقب اقدر اضيف واحد غصب. لا يا حبيبي تعال هني، تعال انت بيجي بالعيد. فالحين عندنا الامكانية هذه موجودة حق المصانع وحق الانكم يعني. اذا هني مفروض المصانع تبدا تدخل علينا فلوس 3300 وشوي يعني، مبلغ طيب جدا قاعد يدخل المصانع. طبعا وجود المصانع بيخلي المبلغ ينزل ويطلع وايد هني، بتشوفونه عادي يضرب ماينس، عادي يضرب بلس، عادي يضرب اي شيء، لكن في المقابل يستوي عندنا كمية فلوس. الحين نقدر نزرع، مش نزرع عفوا، نبني حق ناس مثل ما قلت لكم في منطقة بغطيها شوية. زين وراح نغطي منطقة ثانية، اظني غلطت في القياس وحندم، حندم كثير. انزين وي بندم، ان نخلي منطقة اوسع، وهذه بخليها فاضية مش هناك، هذه بخليها فاضية. يقول لي ما في فلوس، انا فاهم انه ما في، بتشوف القياس هذا هذاك يابلنا فلوس. كلكم عندكم مي؟ لا ما حد عنده مي طبعا، ليش ابدا؟ انا من اي سلسلة ابداها؟ من متى في مي عند اي حد؟ انتو خبروني يعني، يا لازم المعاناة. انزين الحين نتري الصف الاول، خلوا الحين لين يتي فلوس. شو بسوي؟ راح احطي بيوت هني،
وراح احطي دكاكين في الوسط بعدنا. حاجة الدكاكين مش كثيرة نفس البيوت حاليا، لان عندي كمية مصانع شغالة. المصانع تحتاج راس الحين، وقت استراتيجي اني خلنا تشوف هذا. انا من البرودكت شوي ناقص، مفروض ما يكون في مشاكل ترى على فكرة يستوردون، بس انا من باب الاحتياط جالس احط شو مزارع زيادة كلهم كاوز. خلنا نشوف هنا بيجيبوا لهم كروب هايل، بس ناقص السيارة تي. خلنا نشوف، اوكي ممتاز، هاي بيبدون ينتجون منتجات حيوانية هنا. هذا قريب يخلص، هذا خلص شلوه على طول، بيروح وين؟ بيروح المصنع على امل كل شيء ثاني يصدرونه. طبعا بيفرق ويانا منو؟ بيفرق ويانا عقب القطار على 8000 11000 واحد عفوا، لان القطار هني قريب ونقدر نسوي محطه حلوه يعني حجمها طيب. ما عدا ذلك نحن هني الحين صرنا نحتاج اشياء اكبر من ذي قبل. انزين، محتاج بابليك لايبراري، لان الجماعه ما في ولا باب. والله هني مكان بابليك لايبراري عفوا، لكن اي والله مكان بابليك لايبراري، انا اسف يا جماعه الخير، لكن اضطريت اني امسح وجودكم. عفوا انت مش محتاج وجودك هنا لو سمحت، انت هني بعد مش محتاج وجودك. تمام، عندي مكتبة عامة محتاجك في شوية، واحطي قلنا هذا الشارع الرصاصي راح نستعمله، شارع الرصاصي. لكن هذا في حضن المكتبة. زين، هذا بيكون بس اساس الشكل يضبط. طيب الطريقه هذه، وبحاول اطلع منه لاين اذا قدرت يروح من ورا. نعم ممكن جدا يروح لقدام المول. انا مش اسف وايد سامحني، لكن فعلا فعلا انا مش اسف ان قليتك. وبنسير الى هذه، بنشلها نبا موف التول. خلاص اوكي، الحين شوي شكله افضل من ذي قبل، افضل من ذي قبل يعني. اوكي لا لا، بابليك لايبراري ترى يسوي لنا فرق، بابليك لايبراري بيسوي لنا فرق. شوفوا مستوى السعاده العام زاد هني، نقدر نستغني عن شوي محلات. زين، انا بستغني عن هالمحلات هني، مو مشكله يبنون حول المكتبه، ما عندنا مشكله، اتس فاين. بس بشكل عام صار عندنا شو نزعة. شوف الفلوس تحت كيف من بدينا شو المصنع، فلوس المزارع قامت تستوي فلوس مربحة، الصناعة قامت تصير مربحة. شوف، وغير ان زدنا السكان وزدنا هاي الامور، المواعي مستانسين يزيدون فلوس. يوم عندنا مصانع بتشوفون يضرب فوق يضرب تحت حسب السوق، حسب ال جدول ينزل من 2000 يطلع لفوق. انتوا قبل شوي طلع على حسب الصدر. والله اتمنى هني بروفيت هني ماينس 2000 توتال بروفيت. الحين داشين في الماينس شوي، بندخل في البلس. شوفوا بس يزيد الفلوس اللي تحت، ها بس شوي ربحنا شوي خسرنا شوي يسوي لنا. زين، هذا معناه ليش ما اسوي هني شوي دكاكين عندهم؟ محتاج كم دكان، وعندي مكان هني اقدر اسوي دكاكين في الوسط صغار مرة، صغار كبر البيوت هاي، ونحط بركس واحد زيادة مال العالم هايل، ويستوي الدكان هني لانه فاضي. تذكرون لو سحبت هذا انا في الحلقة الماضية، هذا ثيم المصانع مالنا هذا الاحمر، بنسويه هني. زين، هني بس لان عندنا ناس تشتغل بسوي زون بارك اريا صغير. عفوا لكن انا ما اقدر احط بارك اريا هني، لازم اشيل هذا اولا. زين، خلينا نحط بارك صغير هني، ندخل هذا مره ثانيه. تشتري مسحه الله يسامحك.
خلينا نحط بارك صغيرون يحقهم زين. انت بارك اريا هذه المشكلة. شوفوا هذه المشكلة. شوفوا يمسحها دايركت. فاذا السالفة بالطريقة هاي شو بسوي؟ خلنا نحطي لها لا هذا لا هذا حاليا لا حاليا نبغى شيء هذا. خلينا نشوف شكله. اوكي مكان كامبينج مش غلط بس بعد مش اوكي صغير على اللي انا ابغاه. والايس سكيت هذا مش هني مكانه. خلنا نشوف كان في وحده ضعيفه طويله. ايوه هذه هذا معناه هذا قابل للهدم. اني حطي اذا ما بهدم هاي لنا بحطيه هنا على يم وبنطلع منه الشوارع. طبعا ترابيه لانه هو ترابي فالحين الوضع شوي مختلف عن باقي الشوارع. هني ما يستوي يطلع شارع. اقدر اسوي الطريقه هاي اي بالطول. طبعا بالطول طول وايد مهم جدا 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 مهم. وبنحطي شارع هني. الحين هذا ممكن نحطي بيت او شيء او بشوف عقب شو بحطي. بس حاليا بخليه فاضي ان عندهم حديقة بسيطة على الاقل حق المساكين اللي ساكنين هني حق الدكاكين حق هاي السوالف. وبما ان عندنا بما ان عندنا الوضع مستدب هني. شوف الفلوس 100,000 ما شاء الله. شوفوا الحين بدينا ندخل في موضوع الفلوس. انزين المشكلة الحين في البلوشن عندنا نحن. هذا يسوي بلوشن للمي اوكي مفروض ان ثيوري. بس الحين خلنا نشوف سيوج شو وضعه. نحن حطينا سيوج هني صح. ابى اغير المكان المي احطيه ابى اجيب المي من مكان شوي مختلف اذا امكن. السيوج احطيه مكان مختلف بعد. انزين هذا معناه اقدر استعمل الادارة اللي ما كنا نقدر استعمل. تذكرون كان عندنا ادارة هني مكسور بين الحصة. تذكرون الادارة صح قلت لكم بنحصل له استعمال. اوكي كونجراتيليشن. اوكي المزرعة قاعد عندنا شغالة بشكل رائع جدا ترى على فكرة. زين بنسوي جدار بالطريقة هاي اوكي وبدخل منه شارع. شارع هذا يكون ابشير في ماله يعني اعادة تدوير عرفتوا. او ممكن حطيهم كلهم هني اعادة تدوير. تصدقون جميل المكان. خلي بمسح الادارة اللي هناك. جتني فكرة يا جماعة الخير جتني فكرة. نسكر هذه المنطقة بالكامل. خلنا نحاول نمشي مع ال يا شقرة عقولتهم. نمشي مع الشارع قدر الامكان. اي شيء ما يصير بس كالعادة مو بالطول شوي ما عندي مشكلة يعني. تحت هني مسكر هذا الشارع. هذا منطقة صارت مسكرة تماما حق إعادة تدوير وحق شو مجاري. الحين بس هني شوية زين شوفوا هني شوية بس الوضع يعني متعب شوية هني. بس شو بسوي؟ أبغى أطلع الشوارع صناعية من قدام اثنين أظني عندي مجال. أطلع الشارع رصيدة. أيوة هذا هو الكلام. هذا هو شو الكلام. الحين هذا الطرف نسوي هاي وهني في نهاية المكان بنحط نظام شو
جاري اللي عندنا بالطريقة هذه، وراح نوصل الجاري بالبنية التحتية للمجاري. نطلع البيب بمكان يركب. ايوه الحين ركب. انزين، واللي هني هذا المجاري اللي هني راح نلغيه من الحسبة. هذا خلنا نمسحه، خلاص ما نحتاجه. انزين، الحين صار عندي منطقة بس تخصصها مجاري وإعادة تدوير. يوم يمكن نفتح إعادة تدوير الكبيرة، أظني بيكون الوضع أفضل. الحين محتاجين مربعات بس، واحد ثلاثة أربعة، أو ممكن واحد فاضي، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بحطي هذا. أخبركم ليش إن شاء الله ضبطت. نعم ضبطت. الحين صار عندنا من الاتجاهين أقدر أزيد إعادة صفين، إعادة تدوير، وأقدر أزيدها. على الأغلب المكان ما راح يكفي في المستقبل، ولكن حاليا المكان أكثر من رائع حقهم، لأنه خلاص لازم أعزلهم. زين، ما عندي سكيورتي تشيك بوينت وهاي الأمور الأولية، المودات هاي مش موجودة عندي. خلنا نسوي كامل الكونكريت. زين، هاي من هني ممكن عقب نسوي فتحة في الإدار مثلا، نودي شارع الصوب الثاني في جسر عنا، نمدد المنطقة هاي لهني. بعد فكرة يعني، هني كله شارع، خلنا نشله من هني. هني كله كونكريت، لا وجود للأشجار في هذا العالم، هذا عالم عدم تواجد الأشجار. أوكي، الصوب الثاني طلع شيء ما يبين أصلا، بس ما طلع شيء، بس محتاج شوية هني إعادة ترتيب. شوفوا صار عندنا منطقة إعادة تدوير ومنطقة ثانية. الحين هذا لازم نفضيه، عندنا القوة الاستيعابية نوعا ما. الحين هذا أنا أبغى أفضي إمبتي هذا، ولا التفريغ بالأحرى، سوي له التفريغ. طبعا عندنا الجماعة هني مفروض ما يقصرون في عملية التفريغ. الحلو الكيوت حاطين لكم شير في المبنى، يبين لكم أن المكان هذا يعني جيد جدا. انزين، بالنسبة للماي، الماي أحس أبغى أجيب مجرى من الداخل، نسوي خدمات. الحين البنية التحتية شوي بشكل يعني نوعا ما مختلف. إذا أقدر هذا سوء، عفوا، أو هذا أوف سيتي ليمت، ما بقى أشتري حاليا. أشوف هل هذا راح يدخل لي مي أم لا. خلنا نشوف، خلنا نسرع اللعبة. ايوه راح ياخذ الماء كله، ممتاز. هذا شيء ممتاز ترى، نحن الحين نبغى هالشيء. ليش؟ الحين يمكن الماء عندهم ينقطع، بس نحن هدفنا من الموضوع مش هذا. صبر اراويكم الهدف. هلا نعدل الارض اللي هني بس. اوكي ما تعتدل، خلونا نسويها شو بالطريقه هذه. نعم المكان. انزين، اذا عندي ماي يدخل هني معناه اقدر اسوي حوض داخلي. حوض داخلي مربع يكون، هذا راح يمثل منطقة، خلنا نكبر البروش، منطقة الداخلية لمنو؟ للماي. يعني هذا المكان راح يكون لجلب الماء. انا ناخذه من النهر نحطيه هني، نسوي ستور. زين، ونفتح مجرى، معنا بس المجرى وايد ضخم، وأصغر المجرى أفضل وايد. صبر، خلنا نصغر المجرى. صبر، أبا مايل أكثر. أيوة بالطريقة هاي، مايل أكثر. نايس 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 نايس. الحين نظريا هذا مفروض ينقل الماي الداخل، ويستوي عندنا خزان ارضي، والخزان الارضي هذا يتحول لشو؟ لشفط الماي اللي نحن محتاجينه. يعني المفروض هذا يوفر بكمية الماي اللي نحتاجها الحين. يعني خلاص النهر مالي فاضي، سويت مجرى لهني،
المجرى هذا مفروض يعبي مي وناخذ منه المي. زين شوف الجدران، جدار الشور لاين هذا يكون في العادة يكون حق البحر، بس الحين عندنا مكان مان ميد او مكان صناعي من صنع الانسان يحمل كميات ماي كبيرة. خلنا نشوف اذا نقدر نطلع بس. والله شوي في كولوجن في الموضوع لكن بيمشي. صبر خلنا نرد، عفوا منيو الثاني، لعبة بطيئة عندنا مواصفات الكمبيوتر ما شاء الله. الحين ابى بس ماي، وين هي الماي يكون شوي لان هذا بيكون صعب ترتيبه. بس هذا لزقه في شو هذا، اخذ النقطة اللي فوق كنترول ات نزله تحت، مش بس شي لا نزله تحت في ظن هذا وهذا كذلك نزله بعد شوي. الحين هاي ممكن نعدلهم ترى. نخفي هاي اللي تحت شوي قدر الامكان. صار عندنا مكان الماي توب للعبة. جاري نقل الماي من وين لوين، من وين؟ مش جنب الصناعية، لا الجنب الثاني او الجنب شكله زين. بعدين نقدر نحطي مجموعة بمبات ماي هني اكثر من اول. ان شاء الله ما تنشف بسرعة، بس لان في احتمال انها تنشف بعد. مشبوكات الاثنين، شو وضع الماء والمجاري؟ عسل ان شاء الله انه يعني يضبط الوضع ان شاء الله. ان شاء الله ما يبون العيد، لان اذا حطيت انا مسطح ماي هني ما ينزل تحت وايد مشكلته، عرفتوا هاي مشكلة ثانية. خلنا نشوف نقدر نرفع مستوى الماي كامل بدون ما نعاني، لان عندنا سد هناك. خلنا نرفع مستوى الماي، شوفوا هني عندنا غرق. لا لا لا، شوف مستوى الماي مع هذا الممشى، حرام الناس تمشي تحت. الناس تمشي ولا لا؟ تقدر تحت حبة تحت. اوكي الحين افضل، اظن الناس تقدر تمشي. هني ما يقدرون يمشون صح، هني اقل نقطة، هني اقل نقطة. نزلنا الماي تحت، ممشي الناس اهم شيء. بينزل بينزل، بس في كمية مياه من هناك. وهني كيف وضع الماي؟ والله وضع الماي شوية بيض، قاعد يشفطون الماي كله ما يكفيهم. انا توقعت يكون في ماي اكثر. ممكن اجيب العيد شوي واجرب، بس هذا بيجيب العيد. اوب ستوب جيم، ما بيب هذا النبع اللي يباله حفرة عميقة. شت غرق لي الدنيا. هلا نسوي الطريقة هاي ماي زين، حطي شو ان شاء الله يضبط. ايوه الطريقة هاي، هذا زين. الحين زين، الحين ماي ما بخلص. حطينا نقطة خروج ماي، فالمفروض ان الماي اللي هنا ما يخلص الحين، خلاص نحل مشكلة الماء نوعا ما. وهذا نقدر ننزله شوي،
لأن جيب العيد فيه. هذا بينزل بروحه، عقب نقدر نرفعه على أقل نقطة ونرفع أقل نقطة فوق. هاي مشكلة المايكرو مانجمنت. الحين مشكلة قضينا وقت الفيديو هذا في تخمين الماي. نقدر نرفع اقدر ارفع مستوى الماي للي اباه. ممتاز. مشكلة قاعد يسوي موج، وهاي المشكلة الارتدادية الوحيدة ما راح تسوي مشاكل. المهم خلص وقت الفيديو، نشوفكم في الفيديو القادم على خير ان شاء الله مع ترتيبات اكثر. شوي شوي قمنا نطلع فلوس، وشوف صار عندنا هالحلقة 300 الف. شو قلت لكم؟ نمشي على راحتنا. يلا السلام عليكم ورحمة الله.